تحية صباحية لكل مشاهدينا وكل متابعينا، وبداية صباح الشروق اليوم عبر واحدة من الفقرات المهمة جدا، ممكن هي تكون فيها الدفعة لكل فئات المجتمع السوداني لأنها متعلقة ومتصلة مباشرة مع الاقتصاد السوداني خصوصا المنزلي. في الاقتصاد كثير من الناس بتعاني من واحدة من الأشياء ممكن تكون مزعجة جدا، هلع السلع، دخول السماسرة في منتجاتنا السودانية البسيطة اللي احنا بننتجها من غير أي تعب. وإحنا معروف إنه بلدنا هي بلد الثروات، يعني اللي يمكن من خلالها يستفيد كل المواطنين والمواطن السوداني تحديدا داخل الأسرة للسلع الاستهلاكية اللي بيحتاج لها يوميا. تحياتي لك مرة ثانية أحمد ناجي، صباح نعم، الخير. موضوع المواد الاستهلاكية والسلع التي نحتاجها هو موضوع طويل وشائك جدا، بيحتاج فعلا لحلول تخترق هذه المشكلة. ممكن تكون في مبادرات كثيرة لحل هذه الإشكالات. الفرق الكبير ما بين سعر السوق وسعر المنتج في ربح المنطقة والعادل للتاجر. في النهاية ما في تاجر بيبيع حاجة يكون عاوز يخسر، طبعا أي تاجر عاوز يربح، لكن بيبقى برضه مراعاة ظروف الناس ومراعاة إنه الأسعار اللي بتطرح للمشتري وللمواطن تكون منطقية. في شباب يعني كانوا مركزين في هذا الموضوع واجتهدوا إنه يوجدوا حلول بديلة لغلاء الأسعار ولهلع التجار الكبير جدا عشان يحلوا جزء من الضائقة الاقتصادية. نحن نستضيفهم في هذه الفقرة وبنتمنى في ختام هذه الفقرة إنه التجربة دي تعمم لآخرين ويعني تأتي وكلها. حيكون معنا ضيفين، عمر نمر صاحب الفكرة ونادر تبيدي من لجنة أم درمان، لجنة أسواق البيع المباشر. عمر مرحبا بك، صباح الخير. صباح النور عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك أيضا سيد نادر تبيدي. نعم. صباح الخير وصباح الشروق حبابكم. صباح الشروق عليكم كل متابعين. ويعني السوق البيع المباشر يمكن هي جملة استوقفتنا حقيقة من خلال هذا الصباح، وإحنا زي ما تحدثنا في البداية هلع السلع الاستهلاكية اللي بتهاجم كل المواطنين، وكل يوم المواطن السوداني بيصحى على خوف إنه هيلقى يمشي الحاجة الفلانية البسيطة اللي هو بيحتاج لها في يوم وقالة زايدة. وللأسف يعني القروش أو المرتبات أو الحاجة اللي بتحصل على المواطن السوداني ما بتزيد. خلينا في البداية نتكلم عن الفكرة، فكرة البيع المباشر معك عمر نمر، ويعني الهدف منها شنو في البداية خصوصا في الفترة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. في الأول الفكرة في أنه الأسعار المخيفة اللي بقت موجودة في السعودية عموما، أغلبية الشعب السوداني من الطبقة المتوسطة، فالأسعار لما تيجي تلقي الأسعار من المنتج للمستهلك بيكون فيها فائدة عالية جدا جدا، أو في فرق بينه وبين بين المستهلك والمنتج. فالفكرة بديناها هنا عندنا في ناصر الأول أنا ومعي مجموعة من الشباب في إنه نحن نحاول نوفر كل المنتجات المستهلكة بالنسبة لينا في البيت أو لأي زول بأسعار مخفضة. فبدينا في الأول باللحمة، بديتوا بقصة بدينا بالقصص. انا عندي يعني في اللحوم عندي معرفه، فقالوا انا ما قادر بشعب يعني. فبدينا باللحمه، كنا بنمشي نشتري اللحمه من الجمله وبنجي نبيعها بنفس السعر. هي دي بتتحملوا تكلفه الترحيل. الترحيل عاده بيكون واحد معانا عنده عربيه بنمشي نجيبه وكذا. برضو العمال اللي معانا كانوا مجزيين خير، بعض مرات ما بشيل قروش حق اليوميات بتاعتهم، او بيقوم بعض مرات بشيلها للناس. الفرق كانت كم في الوقت ذاك يعني؟ في الاول الفرق كان 140 جنيه. الفرق 140 جنيه. اول بدينا في المبادره دي كنا نبيع قبل 4 أو 5 شهور نبيع الكيلو ب 200 جنيه. تمام؟ بعد ذاك دخلنا الخضار. تمام؟ برضه كان في فرق في الاسعار بين الاسواق اللي جنبنا والاسعار اللي احنا بنبيع بها. فلما بقى في اقبال شديد على الفكره بدينا بعد ذاك نتوسع. كل المنتجات الاستهلاكيه من لبن وبيض. بدات بعد ذاك اولا هنا في ناصر مربع واحد، بعد ذاك مربع خمسه، بعد ذاك جات بوري الدرايسه، من الدرايسه بدات الفكره يجوا مناديب ويتوسعوا، بعد ذاك انتقلنا للفردوس والديم يعني زادت المنتجات زادت المنتجات. طيب نادر تبيدي، في ناس يعني بيخلطوا مرات بين البيع المباشر والبيع المخفض،
انتوا بتشتغلوا يا تونو؟ والفكره شنو؟ هل تشغيل شباب والله انتوا عاوزين تقدموا خدمه طوعيه للمجتمع؟ هي خدمه طوعيه، وهي نوضح انه في فرق ما بين البيع المباشر والبيع المخفض. البيع المخفض يعني بيكون فيه هامش بتاع ربح، ايوه، اما نحن في البيع المباشر ما فيه اي ربح. يعني احنا بنجيب المنتج، بنمشي الشركات بيجيب لنا المنتج للمستهلك مباشره بسعر الشركه. يعني بسعر الشركه ده بالنسبه للمواد اللي ناس والعدس وكل حتى بما فيها اخونا عمر ده باللحمه والخضار. الفواكه دخلتها ولا حتى الفواكه حتى نوتيلا الحياه الترفيهيه برضو بكل انواعها. الفكره انه ما حيكون فيها وسيط في النص، ما حيكون فيها اصلا ربح. يبقى انا قلت السماسره هم يعني وصل المشكله، هم اللي بيرفعوا الاسعار. احنا بنجيب المنتج من المصنع مباشره، بتجي العربيه بتنزل، ونحن بنكون واقفين مشرفين حتى في اي سوق. احنا ما عندنا اشكاليه. بعدك بننور ناس الحي ذاتهم، هم بيكونوا قايمين على السوق. بيجي الشباب بيتبرعوا، هم بيعملوا خيمه على حسابهم، بيجيبوا طرابيز، اخواتنا وامهاتنا بيجهزوا الفطور لكل الطاقم الموجود حتى ناس الشركات، من الوجبات لشاي لقهوه. الموضوع قرب لنفير كده يعني. كنفير. فهذه ما في زول بيربح فيها غير المواطن. الشباب دول كلهم متبرعين، بيقيفوا بينزلوا البضاعه وبيرفعوا والحاجات دي كلها، وبيقضوا يوم ده كله، وهم مقتنعين تماما بهذه الفكره اللي هو شعار كان في الثوره حنبنيها. ده اللي رفع المعاناه عن المواطنين، لانه زي ما انت قلت يا استاذه في كل يوم احنا الاسعار. يعني حسه الليله انا عملت سيرفي الان، الزيت اللي انا بتكلم معاكم فيها دي من 110 ل 120 ل 125 الان. وعندكم بكم؟ كان ب 105. فرق بنشيله من يعني برضه في فرق كبير، في فرق يعني حتى الان برضه في فرق. يعني انت لو تلقى مثلا في كل صنف في 5 10 15 وهكذا تفر لك طبعا. ففعلا يعني احنا يلا انا هحسبك كيف اخ نادر، انه انا مثلا هاجي من الحته الفلانيه، انا لازم موقعي ذاته يكون قريب من الخيمه، عشان انا برضه لما اجي واركب مواصلات اخذت الفرقه دي واحس انه انا حستفيد، او اشتري جمله من الاشياء دي اذا انا عندي مثلا سيوله او كاش. لكن في ناس صعب يكون ما عندهم سيوله او كاش. دارين نتكلم برضه عن مواقع المشاريع دي كيف ممكن تكون قريبه للمواطنين عشان يقرب لهم. الان عملنا مبادره وعملنا فيها جروب، عملنا فيها في الواتساب، بنعمل دعايات، بقينا اي حي اي منطقه طالبه بتتصل بينا، نحن بنصل لحد عندها، ممتاز، بنقعد معاهم، بنوريهم الفكره، بندعوهم لاي سوق يشوفوه، يشوفوا الفكره ذاتها كيف والنظام بيعمل كيف. بعد كده بنمشي معاهم في منطقتهم، بنسيغ عليهم وبنكون واقفين معاهم حتى في تنزيل العربات لما تجي، وبنكون واقفين معاهم لحد ما السوق ده ينتهي. المبادره دي الان بقت منتقله لكل الخرطوم او العاصمه تحديدا. يعني اخونا عمر في الخرطوم، انا بقيت ماسك على مدرمان، على بحري، في كل حي. يعني ليلة الان حسي عندنا مثلا في الشعبيه، عندنا في الفردوس، عندنا في ابو ادم، دي كلها خيم. فزي ما انت قلت يعني احنا عشان ذاته نوفر حق المواصلات ده، ما تركب ركشه برضه ب 50 60 عشان تتصل لحد عندهم. يعني مثلا يمكن كان محل اخد دم يوم الخميس اللي اول مره كان في اركويد 44 45، ويعني نقول ذاته حتى السوق كان مسمى بسوق الشهيد حسن ابو شنب، لانه يعني هي دي المنطقه بتاعته، وتم افتتاحه بواسط ام الشهيد وابوه. فالفكره انه نحن نجي لحد عندك، نكون في نشاط مجتمعي يعني لما الناس برضه يخفف جزء من الضغط الكبير على الناس. عمر يعني انا وانت كنا بنتكلم في موضوع اللحمه ده، يعني انت بتفتكر انه الاسعار الان الموجوده في السوق دي اللي هي بتفوق ال 200 دي برضه هي عاليه، يعني بناء على انه نحن عندنا يعني ثروه حيوانيه في مناطق في السودان قد تكون بعيده من المركز، لكن ممكن الحاجه دي الاسعار تكون اقل من كده. رؤيتك شنو في الموضوع ده؟ كيف ممكن الاسعار تكون اقل؟ لو في تدخل من الحكومه المفروض يكون في شنو؟ لا 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 لا، المساله بتاعت اللحوم دي كل المشاكل اللي فيها الوسطاء الموجودين فيها. يعني مثلا لو تكلمنا عن انه بنجيب لحم من الدمازين مثلا، عيون من الدمازين او من الغرب، ايوه تمام، هي دي مناطق الانتاج اصلا. فسعر اللحم ما بيجي بالسعر الموجود الان، لانه البهيمه كثرت هناك. المرعى مجاني، تمام، ما زي هنا نحن بنجي نعلف فبندفع قروش وبنشتري علف وكذا. الوسطاء الموجودين والسماسره نحن بنقول عليهم سباق، ديل هم السبب الرئيسي في انه سعر اللحمه بيغلى. سعر اللحم الطبيعي مفترض الان في الشتاء يكون 180 جنيه او يقل من 180 جنيه.
لكن الاشكاليه في انه بيكون في سماسره ما بتقدر انت، هم امكانياتهم ما امكانياتهم عندهم امكانيه ماليه كويسه جدا، فبيشتروا كل بيشتروا السوق بيهم باعتبارهم بيشتروا السوق يعني. فلما نيجي انت تاجر بسيط او جزار بسيط او ايا كان ما بتقدر انت ما بتقدر تشتري 60 تور مثلا صحيح، فبتضطر تشتري واحد او اثنين تمشي حالك تمشي حالك، فهو السعر اللي بديك به وانت بتكون مجبر انك انت تزيد بعد تبيع به. وبعد ده حتى نحن هسه السعر اللي بنبيعه الان السعر اللي بدونا به ونحن بنخوض فيه هامش بتاع ربح، لانه في النهايه عندنا عمال وفي مصاريفات وفي اكياس وفي حاجات كثيره. فالسعر الفعلي للحوم مفترض انه يكون اقل من كده بكثير. 180 لكم؟ يعني هو 180 او اقل يعني او اقل يعني. كان في فتره من الفترات في مقاطعه ومحاربه يعني احنا لما انا لما جيت بديت الفكره بديت اصلا كان في الفتره بتاعت المقاطعه. كنت بتكلم مع مجاهد جعفر اللي هو العامل المبادره بتاعت السودانيين ضد الغلاء، فهو كان عنده فكره المقاطعه، انا كان عندي فكره الاسواق الموازيه. انه شايف انه انت لما تيجي تقول لي قاطع في ناس كثيره ما بتقدر تقاطع، المفروض يكون في لاسباب يعني عده عندهم ما بتخليهم، فمفترض انت تعمل له بديل للحاجه اللي هو حيقاطعها. وتخلي دي ده التوازن المطلوب، هو ده التوازن تقاطع السعر الما منطقي ده وفي نفس الوقت تقدم لك خدمه بسعر عادي يعني. فقمنا ياها بدات الفكره من هنا في انه احنا حنقوم نعمل اسواق موازيه، حتى كنا بنتواصل معاه يعني. عملنا الاسواق الموازيه دي ونجحت فعليا يعني. يعني في استجابه وفي تفاعل. في استجابه لا في تفاعل. طيب خلينا نجي في حته مهمه جدا، طالما بقى في استجابه وفي تفاعل نادر تبيده، خلينا نجي برضه في حاجه مهمه جدا. انا طبعا غير اللحمه اللبن، يعني اللبن الان بقى ب 25 جنيه. نعم. وانا عندي معلومه انه بيطلع من المزارع ب 12 جنيه. حقيقي. هذه فرقه كبيره. فرقه كبيره شديد يعني. خلينا نجي في التمويل لهذا العمل، يعني ده عمل كبير جدا، مشروع ضخم جدا، محتاج لتمويل حقيقي. كيف بيتم التمويل لهذه المشروعات ممكن تخدم المواطن السوداني البسيط؟ هو لا شوف يا استاذ، احنا قبل كده اولا تحديدا قبل 3 شهور معي مجموعه مشينا قابلنا وزير الصناعه الاخ مدني عباس مدني وطرحنا له هذه المبادره، وانه المساعده اللي احنا كنا دارينها من الدوله هي يعني رفع الجبايات عن الشركات والمصانع، لانه احنا عرفنا انه مثلا المنتجات دي اصلا ما بالاسعار اللي بتتخطى يعني مثلا تحديدا السكر، السكر تحديدا بيطلع من المصنع ب 805 الشوال 50 كيلو ده سعره من المصنع ده. كل هذه الاسعار الزياده دي هي جبايات عباره عن سماسره وهكذا رسوم، فدي اشكاليه كبيره. فنحن كنا دارين من الاخ مدني انه مثلا هذه الجبايات او حتى شرط تخفض، يعني نحن ممكن تتخطى لنا 200 جنيه زياده واللي يطلع لنا ب 1000 جنيه المواطن بيقدر عليه، لكن لا يستحيل الان سوال السكر بيصل ب 1700 والان قابل للزياده، لانه حتى التجار بيقول لك والله يا اخي الدولار ماشي زايد وهم رمضان ستيل يعني حياتهم يعني، احنا داخلين على رمضان والناس زي ما انتم عارفين حتى المرتبات في كل الدوله مرتبات ضعيفه حقيقه. أيوه. يعني ما بتكفي انك تعمل اي حاجه في بيتك، فكل الاسعار دي ماشيه زايده. فيمكن احنا نطلب الان يعني على الهواء من السيد الوزير اتجه لهذه المبادره وقلتها في الاعتبار، يوجه المصانع انه والله يا اخي ارفع عنهم المصاريفات او الجبايات او زي ما قال او جزء منها يعني. او جزء منها على الاقل طبعا كلها ما بتترفع هي ما مشكله، لكن يعني ارفع لنا منها جزء بحيث انه احنا الحاجات دي يعني بتجي للناس، وبالعكس يعني حتى الشعب والمواطنين الشباب دي مستعدين لكل التضحيات يعني زي ما قلت لك حسب بيقوموا بكل العمل ده بدون اي مقابل، مستعدين لاكثر من كده يعني، حتى بيقول لك نمشي معاك المصنع ممكن نعمل اي شيء في سبيل انه يعني ما لمصلحته بل لمصلحه الحي عشان اقدم خدمه لها الفئه عشان اقدم خدمه. طب عمر نمر يعني هل عملتوا مسح كده او دراسه او سالتوا؟ يعني في حاجات كثير احنا بنحس انه الشماعه بتاعت الدولار زايد دي ما منطقيه بالنسبه لنا. صحيح. يعني موضوع الخضار الفواكه الماشي ما دي كلها حاجات نحن بنتجي هنا يعني ما بنستوردها من برا او ما فيها مدخلات انتاج برضه من برا عشان نحن نكون بنشتريها بالدولار وكده. فشنو شكل السلع الممكن اللي انتم حاسين والله اسعار خرافيه والمبررات لزيادتها ما منطقيه؟ يعني هل المواد الغذائيه ولا الزيوت ولا الالبان يا تو حاجه فيها مشكله يعني؟ والله شوف هو المسألة بتاعت اللحوم والخضار دي ما مربوطة، أنا ما عندي علم إنها مربوطة بالدولار. بالدولار. دي حاجة بتنتج محليا هنا. ممكن الزول بيزرع بيعاني من إنه بيشتري سماد أو بيشتري البذور غالية. فدي
دي مسألة حتى لو جيت عين تلا ما بكون في الأزعار الخيالية. بتشتري من البنك الزراعي وبتشتري من صحيح. اللحوم دي أصلاً وجهة نظرنا الخاصة يعني إنه الغلل فيها ده بس مجرد وسطائح. ما بتحتاج يعني ما مربوطة بالدولار، هم حتى التجار بالمناسبة بتاع اللحوم بيزيدوا اللحم مع الدولار. يعني الدولار إذا زاد كله مع الدولار. كله زيد مع الدولار. حتى الألبان. بعد ذاك المسألة. لا بس هم هذه حاجات محلية. ما عندها علاقة. يعني أنا ممكن زي ما قال الأخ عمر أنت البهايم دي ما موجودة وبتاكل أكل محلي. بس يعني ما في سبب أنا بخليه مثلا إنه أنا أرسل لبن يعني يوميا، يعني أنت ممكن الليلة لو قلت ب 20 أخذ ما قالت أنت ثاني يوم تلقى مثلا 25. لا ب 25 يعني ما عنده أصلا ما عنده سبب، يعني ما مربوط بالدولار. يعني الآن أنت حس أي منتج محلي شفته أو حتى العامل البسيط بيقول لك لا ياخذ دولار، يعني في ناس الدولار ذاتهم ما عارفينه. يعني في تجار او ما بيتعاملوا بالدولار هم اساسا اذا كان بتاع الحداد او بتاع زي ما قلت لك زي ولا عنده فكره ذات ولا ما عنده ولا شافوا طيب ولا عارف شكله. طيب خلينا نقف مع يعني اخ عمر في انسان الولايات، دائما هو مظلوم ودائما في حاجات بتكون في الولايات ما في وبتترحل من الخرطوم. يعني مثلا دارفور بورسودان دي اكثر الناس بيعانوا من ارتفاع السلع بثلاث اضعاف او اربع اضعاف ممكن يكون حظى من هذا المشروع. والله انا يعني احنا طبعا يعني الفكره عموما احنا زي ما قلت لك انه احنا اللجان المناطق اللي بتيجي بتعرض علينا. انت بيجوكم لجان حياه ولا لجان مقاومه ولا هو بعض الاحيان بيجينا اشخاص بس. بيجي اشخاص مثلا من جهه معينه، مثلا لو قلنا منطقه معينه بيجي بيقول يا اخوان انا عايز الفكره بتاعتكم دي. تعالوا لي للحي بتاعتي. طب لو نبدا نشرح له انه الفكره دي عشان تستمر عندك اول شيء عشان تاسيسها وعشان تستمر عندك بتحتاج واحد اثنين ثلاثه. صح. تمام؟ وهي عشان عموما قايمه على مجهود شخصي. هي كلها مجهود شخصيه وما فيها اي عائد بالنسبه للناس اللي فيها. الليانه الموجوده فيها ما عندها اي عوائد من الكلام. فانت ملزم انك انت تعمل الصيوان، ملزم انك انت تعمل دعايتك، ملزم انك انت تلف في المساجد. احنا بنجيب بمنتجاتنا بمعنى اي احنا بنجيب بمنتجاتنا دي فبنقوم نعلق سعر التكلفه. المزارع بتاعت بورسودان عندنا اخونا هذا المتصل ده كان قبل يومين بيتكلم معي فيها. نادر ده لجنه مقاومه بتاعت ناصر. ده لجنه مقاومه بتاعت ناصر، معلومه ده من مؤسسين اصلا للمبادره. فبيقول لي انه دارين نمشي بورسودان. احنا في نفسنا مواجهنا اشكاليه انه احنا نمشي بورسودان كده. تمام؟ حتى لو احنا طلبنا بعض الشركات يعني نقل هاي دي بالنسبه لنا غاليه جدا يعني. هنا ممكن زول جامعنا يمشي يجيب لنا من السوق الحاجات ويجي. لكن ما بزول بيعملك يوديك لغايه بورسودان الله اعلم يعني. فزوق الاشكاليه في انه قلت له نادر الفكره ممكن تمشي بورسودان الفكره ممكن تمشي يعني الفكره تمشي. نعم. فهو قام اداني واحد من اخونا من بورسودان من هناك فانا متابع معه الان في انه انا يعني الفكره حتى عندكم هناك خلينا بس كده نشرحها يمكن نفس الفكره تمشي بورسودان وتمشي مدني وتمشي الشمالي. الفكره عموما انه انتم بتعملوا شنو الشركات او المصانع دي بتتواصلوا معها كيف؟ الخضار برضه الناس اللي بيبيعوا الخضار الناس اللحمه كيف؟ اول حاجه الشركات دي عندنا لها شخص بعينه اللي هو الاستاذ نادر تبيدي. ده اللي هم ناس الشركات الشركات والمنتجات والمنتجات هو بيتواصل مع المناديب. في الاول ما كان التواصل مع الشركات. في الاول كان مناديب بيجي بيقدموا لنا. تمام؟ فبيتواصل مع المناديب فبيجي بيقول له يا اخي تعال لنا في المنطقه الفلانيه. تعال قيف بيع بنفس السعر اللي هو انت طالع من الشركه. عربيته بتاعت التوزيع. اي بيجيب عربيته بتاعت التوزيع بيجيب نفسه. بيبيع لك بنفس السعر اللي هو بيبيع له للجمله. لتاجر الجمله. اي وفي بعض المناديب اسعارهم اقل من اسعار الجمله. دي بتوديك انه برضه ناس الجمله بزيدوا. بزيدوا ايوه. فدي واحده. بس الجمله ناس البيع المخفض، طبعا قصد البيع المخفض ده هسه بتكون مكتوبه سايق. طلعت الفكره طلعت. ما في يعني برضه بزيدوا. يلا باقي المنتجات اللي هي اللي بتشتريها بقروشك يوميا مثلا زي الخضار واللحوم والحاجات دي. الاستهلاكيه. احنا ملزمين انه نشتريها منها، يعني احنا في ناصر بلعنا كده كلجنه. جمعنا مبلغ يعني معين بقينا شغالين. انتوا وفرتوا التمويل للخضار التمويل ذاته. فبنقوم نشتري منها اللحوم، نشتري الخضار والكلام ده لغايه ما بعد ذاك بدينا نتوسع بدو بتاعين الخضار مثلا بيجونا بيقولوا احنا اخواننا دايرين بيجي سيد المزرعه ذاتها والتاجر ذاته. اي بيجينا تاجر بيقول يا اخواننا يعني في الفردوس مثلا في الاخ البدوي. البدوي. اي هو عنده مكان وزول تاجر فقال انا ببيع لكم بنفس الاسعار. اللي انت بتبيعوا بها بل عنده اسعار ارخص من اسعارنا.
كان نسميه احنا الشراكات يعني، حتى زول لو ما شاركك بماده يعني أي. بقروش او بكذا فممكن يشارك بمنتوجه يعني أي. بيقدم لك يلا هو بيعمل كده تمام. برضه في ناصر والله في خلينا نشكر ونحييه لانه تخيل بدأوا يمكن واحده من ثمرات الفكره دي انه في كثير من التجار حاسين انه والله زيادات في السوق دي منطقيه وعايزين يساعدوا لكن يعني الغول بتاع السوق حاسين بيه اكبر من لا هو غير كده يعني تلقى في مشاكل انت لما نجي نحن نشتغل يعني احد من المشاكل نحن بنواجهها انه حتى بتبدا تحارب كان من التجار يعني تمام يعني مثلا زي الاخ بدا اذا كان بدا يحارب انا لما جيت في ناصر بديت احارب بطريقه شديده جدا ليه؟ لانه كان في فرق في الاسعار شديد في الاسعار المحاربه دي كان شكلها كيف يعني مثلا حاجات مدتها منتهيه حاجات ما لا لا هو اشاعات الصراحه اشاعات يعني انا واحده من الاشاعات اللي كنت بواجهها انه انت بتجيب لحم مسموم مثلا اي او انت بتجيب لحم بتاع صادر فواحد بتناقش معه قلت له اتمنى انه انا اجيب لحم صادر لحم صادر انت ما عارف عامل كيف فبتمنى انه انا اجيب لحم صادر ابيعه يعني لانه من اجود انواع اللحوم اللي بتكون موجوده فبتواجه اشاعات بتواجه مشاكل الناس اغلبيتها بتسمع لكن الفكره لما تمشي بعد ذاك الناس بتعاون هي الفكره فلس. عموما يعني الحمد لله رب العالمين الان في اكثر من 12 وال 14 سوق موجوده تحت الشراء الاسواق دي يا نادر تبيدي يعني زادت كيف المواقع دي هل زادت بسرعه وهل بتجيكم طلبات كثيره وكيف تفاعل المواطنين معها يعني الناس اللي بتجوا مثلا الليله يوم السبت ده طب بيقول لكم طالع علينا السبت الجاي ولا يعني بيقول لكم غبوا لنا اسبوع لا لا يعني حقيقه يا استاذ الاسواق دي الان بقت كل واحد حدد يومه بقى يوم في الاسبوع يعني يمكن زي ما قال اخ عمر بدينا بسوق اثنين وثلاثه الان مثلا احنا في مثلا يوم السبت ده يكون عندنا ست اسواق يعني حتى الان انا عندي واحد في ابروف الان شغال عندي واحد في بحر في الشعبية عندي أربعة الآن في الخرطوم دي كلها في يوم واحد في ست أسواق في نفس لكن كل يوم الأسبوع شغالة لكن كل نحن كل الأيام كل الأسبوع من السبت للخميس لكن كل دول بندي يوم لكن بقت القصة إنها ماشية متوسعة يمكن حسب في شركات أنا تواصلت معهم ناس ممكن بشكرهم على هو شركة كوفتي بدأت تساعد فينا بتجيب المندوب ذاته بتجي العربية تجيب قابلنا الأخ كمال في شركة مروج ابدا مرونه كويسه جدا وقال مستعد يغطي اكثر من 10 20 سوق في اليوم يعني بقت ما عنده مشكله انه بس انا حاقعد انسق معهم الجدول اي منطقه بتجينا نحن عايزين يعني تكون ثلاث مناطق قريبه على بعض زي ما قالت الاستاذه ان نحن ما دارين انه يعني زول اركب مواصلات او يركب ركشة عشان ذات ما تكون هي عبئه عليهم نحن محتاجين لحاجه مهمه جدا الان على هوا مباشره ده مشروع مهم جدا ومشروع يعني خدمي لكل فئات المجتمع السوداني من غير فارز يعني محتاجين لمناديب من كل حته عشان يعرفوا بالمنطقه بتاعتهم ما في انتم ما حتقدروا باي حال من الاحوال تغطوا كل المناطق فكيف بيكون شكل التفاعل والتواصل مع المواطنين مباشره عشان يجيك فلان يعني يقول لك احنا والله من الحته في احنا مثلا ناصر نفرين محتاجين للحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه يلا نحن الان في المزرعه دي عشان احنا نقدر نغطي كل ولايه الخرطوم اللي هي بحري ام درمان والخرطوم قمنا في اللجنه ذاتها كوننا لجان يعني مثلا الاخ نادر هو ماسك اللجنه بتاعت ام درمان فاي زول في ام درمان في بحري عايز يعمل عندكم صفحه في الفيس والله هاي عندنا صفحه اسمها كلنا واحد صفحه كلنا يا جماعه صفحه كلنا واحد اسمها كلنا واحد نحن هنا عندنا اللي هو رئيس اللجنه كلها اسمه اكرم هنا في الخرطوم شركتين هنا عندنا في اللجنه في اكرم وفي مصطفى وفي خالد وفي نادر معتصم في الاخت هاديل جحفر ديل كندكات قاعدات لا لا قلنا كان حتقول لكم ليه ما في بنات لا لا في استاذ رحاب في استاذ هديل رحاب هديل زول نشيطه جدا استاذ اماني برضه في بوري الامام في بوري الامام اي فيلا بدينا نوزع نعمل اللجنه الرئيسيه بتاعتنا هي اللجنه المركزيه بعد ذاك تعمل لجان للمناطق هي خرطوم بحري ام درمان يعني انا قبل يومين كان بيتكلم معي واحد ده مفترض الاسبوع الجاي احنا فعليا حنمشي لهم في طيب الحسن عندهم خمسه مناطق فعندهم خمسه اسواق مفترض انه نحن نمشي نغطي لهم المكان ده فنحن بنساعد الناس اللي بيجونا ما بقدر مثلا اصل وانا فبقوم بديه بديل من عنده هناك يعني ناس ام درمان مثلا ما بنقدر نوصل لهم الخضار واللحمه من الخرطوم كثير من المناديب ما بيقدروا يوصلوا فبنقوم نزكيهم عند المناديب اللي احنا بنعرفهم هناك في الدرمان فبقوم يمشوا يعني مثلا العباسيه يقوم يمشوا العباسيه طيب في, في 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 سؤال برضه مهم يعني احنا الان مساله التواصل معكم دي عرفناها لما يكون في اكثر من سوق في نفس اليوم
كيف برضه بتضمنوا انه المنتجات دي حتصل لكل الناس دي بالتوازي، انه ما يعني ما في ناس مثلا حينقص منهم الصابونه وحينقص منهم الزيت وحتنقص منهم اللحم؟ دي نحن برضه مرتبين، يعني نحن الشركات كويس انه امكانياتهم طبعا كويسه جدا. يعني مثلا مثال، انا اشتغلت يوم الاربع في بحري ميدان الرابطه كويس، السلع نقصت عندهم وخلاص وصلت، اتصلت انا بالمندوب فعلا رد علي عربيه ثانيه الناس سيقة، فما عندنا اشكاليه في انه المنتجات يعني كميتها لا ما عندنا فيها مشكله، والعربات كل انها تصل كلها بتصلك، يعني حتى انه لحد ما السوق ده ينتهي ممكن تكون في المنتجات دي موجوده. حتى لو نحن الخضار موقفهم برضه قاعد يكون كيف لما لا كويس، احنا بنغطي لغايه 3 4 اسواق اربع اسواق في اليوم. أي. كويس. دي بنغطيها لانه بتواجه مشاكل بعد في التوازي، يعني التوازي في الخرطوم بحري ودرمان برضه ممكن يكون عندها خيارات الخرطوم. نحن عشان اغلبيه الاسواق الموجوده الان موجوده في الخرطوم تمام، ففي الخرطوم الخضار واللحمه دي بنغطيها سوق 3 اسواق 4 اسواق بنقوم بنغطيها. بالتالي ام درمان لما يكون برضه في اكثر من سوق لجنه ام درمان هي حتغطي هي الخضار واللحمه، هي ناس ام درمان برضه ما زالت تمشي ام درمان بعيده شيء، بتلقى انه انت عندك اسواق هنا وعشان تمشي ام درمان بيحصل تضارب في الوقت وفي الشارع وكده. صحيح، احنا يعني انا بفتكر انه ده واحد من المشاريع اللي بتتجسد في كلمه حنبنيه، وبالتاكيد احنا حنبنيه من خلال المبادرات الشبابيه، من خلال خدمه المواطن السوداني خدمه مباشره. وبقول لكل بكل شجاعه التجار، ما كل التجار طبعا، ما بنعمم، لما انت بترفع سعر سلعه تذكر انه في ناس عنده في فقر، وتذكر في ناس بتموت من عدم انها تاكل اللقمه البسيطه. احنا سعدنا بكم ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والى الامام وتطوير هذا المشروع بالتاكيد في الايام المقبله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لصباحكم الخير. الحمد لله. شكرا.